صباح الخير، صباحنا وصباح الملك لله. اليوم جبت لكم فيديو جديد. كما راكم تشوفوا راني ناقي في السردين. بغيت ندير لكم طاجين السردين، مي سي طاجين كما نقولوا حنا، بلا تاع السردين في الفوغ بالخضار. فوالا كما راكم تشوفوا، بعد ما نقيتو وغسلتو مليح مليح، قلعت له هذوك لي زيكاي، شللتو فريمون بيان بيان كوم الفو. هاي دوك نقلعلو في في لي زاغات هذوك كيما نقولوا حنايا في السلسل الظهر. هذه هي. فوالا بعد ما قلعتو كملتو كاع، بون شافين ندير فيه الملح، الثوم الملحي، فوالا الملح الثوم الملحي، ندير فيه الكمون، بما ان كسموه السردين لازم له الثوم والكمون. فوالا هذا الكمون، فوالا وخلطتهم كاع هكا كيما راكم تشوفوا، حتى كي كاع تدخل فيه كاع هذيك التوابل وخليته بجيه. والخضار شنو معايا؟ عندك البطاطا والفلفله والطوماطيش، بعد ما غسلتهم ونقيتهم ودرتهم دوار دوار هنايا، هذو ندير لهم غير الملح والحرور. فوالا لاحظوا معايا، هذو الخضار ندير لهم غير الملح والحرور، فوالا وخلطهم بيان كاع كي حتى كاع يدخل في هذاك الملح والحرور في الخضار. فوالا هذه الطماطم. ومن بعد هاو لو بلا كي باو فوغ، بلا هذا اللي يروح الفوغ، هاو نيا نجيبو نسد فوق كاع بالبطاطا هي الاولى، والبطاطا قطعوها شويه شويه ماشي خشينه بزاف، مش رقيقه بزاف، مويا. فوالا بعد ما درت كاع البطاطا في الفون ضربوك، نجيب السردين كامل كما راكم تشوفوه، نديرو نديرو كيما نقولوا الظهر تاعو نخليه على برا. فوالا كيما راكم تشوفوا هكا، نديرو كاع تو لي تور حتى كي تكملوا كاع الكميه اللي عندكم. هلا انا درت الرطل، بما ان احنا ماناش قاويين السما غير انا والمهدي اللي ناكلوه، انا درت الرطل، وانتوما كل واحد وش يدير على حسب العيله تاعو. بلا تاعي هذاك انا ما هو كبير ما هو صغير، جاي مويا ذيك هي تاع، جاب لي جاني سوا سوا في الرطل تاع السردين راك تشوفوه. فوالا ثلاث حبات بطاطا شويه مويان، وحبه تاع طرشيه خضراء شويه فان مويان، وحبه تاع طوماطيش. هي جد قد قد مع هذاك البلا تاعي. فوالا هنايا كما راكم تشوفوا، دروك ندير الطرشيه بعد ما كملت السردين كامل، دروك ندير كاع الطرشيه. وهذا البلا والله هايل بنين، صدقوني له بنين، تعرف درناه غير انا والمهدي، قريب كملنا البلا باسكو عبد العزيز ما ياكلوش، جا بنين جا هايل. فوالا وبصحتنا. فوالا زدت الطوماطيش الفوق، بغيتو ديروا قاوي طوماطيش، اللي بغي يكسي كاع كي نيا الوجه بالطوماطيش كاع كي نيا يقدر. انا درت غير هكا حبه جاتني سوا سوا. ايا ومن بعد من فوق ندير الزعتر، تشوفوا اذا عندكم الزعتر تاع كامل وافي تقدروا ديروه، انا عندي هكا هذاك مطحون شويه. ايا ودرت عليه الرند، ايا وخليته بجي. ومن جهه اخرى نروحو نديرو لاصوص تاعو، لاصوص تاعو هذه اللي نسقوه بها كل مره، نخرجوه من الاخر ونسقوه من الفوق ونسقوه. فوالا شا درت زيت الزيتون مع الاول، هذه طماط طماطيش مطحونه ناتشور مشريه تاع البطاط بونزاني. ايا وهنايا الثوم، هنايا الثوم ماشي ما درتش الملحي، درت الثوم الاخضر الفخي، فوالا نسكرفت فيه، درت الطوماطيش كما كشتو، الثوم اللي من بعد الطوماطيش هذه المصبره ثاني. ايا ولاصوص هذا ديروا له هنايا الثوم المرحي، القصبر لا هنايا درت القصبر الملحي ودرت الثوم المرحي، هاونا الثوم هذاك القصبر اللي فات الثوم. ايا ودرت الكمون ودرت كاع الكنيه كيما درت كيما درت في السردين، هذا الكمون فوالا، وهذا الزعتر راكم تشوفوه، والرند فوالا قلت لكم والهريسه باش تجي شويه حاره. لاصوص هذه اللي ندير فيها على حسب ما نتوما عندكم في البلا تاعكم كيفاه داير. انايا البلا تاعي كما شفتوه مويا ما قويتش بزاف لاصوص، راكم تشوفوا درت الملح، من بعد درت غرفيه كما كنتو في هذيك غرفيه واحده ما زدتش تاع ما، ايا وخليته حتى يطيب لي الجمر. ومن بعد انا يا شت لاصوص تاعك شو جاتني شويه اسيد، درت له مغرف صغيره تاع سكر. فوالا ومن بعد هاو البلا قبل ما ندخلو للفوغ، شوفوا نرشو بهذه لاصوص، لاصوص لازم تكون حاميه. فوالا هاكا رشوه كاع كينا من الفوق فسقوه كما نقولوا.
فوالا وديريه في الفوغ يطيب. فوالا من بعدها هنا ما بدا في نص واحد الربع ساعه، كل ربع ساعه خرجوه وسقوه حتى بيد ما يطيب. فوالا انا يدت لي زوج مرات برك باسكو ماهوش قوي، كما كنت شفتو البلا ماهوش قوي. ما داتليش بزاف، واحد الربع ساعه خرجته زدت سقيته هذه المره الثانيه. ايام بعد كنا عاود طاب عاود خرجته، كنت تشوفوه هذا هو. شوفوا بعد ما طاب، شوفوا طاب شباب، طاب مجمر، وخليت السقي على جهه من بعد كنقدمها في صحن التقديم. فوالا جا واحد البلا هايل ما تصوروش، هايل هايل، وجاي خفيف 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 اللي يجي. هيا عندكم البطاطا طابت وريتكم، الطشيه طابت، كلش طاب. هيا مستغرق معايا واحد 25 مينوت 30 مينوت با بلوس، درتو على درجه الحراره 200 درجه. فوالا راني شبعته بالقرص، وهاي لاصوص تاعو. هذا هو الخبز كان عندي مقبل المطلوع، بس كيجي شباب المطلوع. هذه الفيديو تاع اليوم البنات، ما تنسونيش الجام 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 الجام، كي تفرجوا ماذا بيكم غير تفرجوا ديروا الجام على هواكم. وش نقول لكم، تهلاو في روحتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، ونقول لكم سلام.